بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الأحبة، نفسي قومًا إن شاء الله تعالى وقصع سيسا الموعظة من آدم كو نرشي سويتا بدن لاينيو سيقو مر مصعطه وفق بن آدم في مروع مشريل آتسا مر غفلة كل عضة سيبا قفك تشوغن لك قلبتك ويا الضد ما الدم يا نان إلهي يا آخرته أنا كور من بين اللي تشوغنا وهل كان لغوها يوردمي ومادة يا الدنيا ويرتين أدركته عد آخرك والرميسة أمر ربك والرميسة سبحانه وتعالى سيدا وقد قفك مسلم كي كمان مارمو حصوصين إيوانو كمان مارمو إن رب الله حصوصية سبحانه وتعالى إلهي نوح القرآن كنت المامة يا سببها اللو سودتي وحي قبين كم تهي إن دتك واحد حصوصية إلهي القرآن كنت أقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بإلهي لي يا أيها الناس وارضضوا بإلهي لي الناس جميعا وارضضوا بربي سبحانه وتعالى حق الرب وحيد كتم موعظة وانو قرآن كإلهي وحكو السفين يينو يهيم حي موعظة وروانا حق الله يدين كتم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وحعاف ما دي قلبك بن آدم كمال وسواسك قال قلبك ودرن شبهاتك إيا شهواتك إيا وحاسم بدن وكم دي قلوبتك ودعضة سيدا وقيت وحاو نبغ تلماما وحا قرآن كو تلماما إن ربي سبحانه وتعالى ووسود تشي كتابك كان إن لغو قبا قبيو أما لغو تلمامو لابتا وحا كتيرا إنو عافي مادو يه هنون إنو يه نحارس إنو يه كتبتي كوه الرئيسين إلهي وحكو سفينا ينا سفادا ساهد وحا لو سود تشي ونبي موسى إلهي مركو هضل يوح له وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة إلهي وحط الماما إياه لو حانتي نبي موسى وحلوغ صاقري من كل شيء موعظة وحوالبا وانو أيالك سوسيه نبي عيسى عليه السلام إلهي ملكو كور رمي وحكوت المامية وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بين إلهي كسفي كتاب كيلوس ديبي نبي عيسى نه وانوها إذن أيها الأحبة قف وانك مرمى مجره ويرسو شبه وحا الله صوت دريبال لين يدتك وانيان كتبتي ربي حقي سكت منه وحي أتمين ينوانسه قفك بن آدم كان سلوكيس عقلياتك يا معقولاتك وقولي ما حكمان معقولاتك والله قناعي أبوران لكن سلوك ما أبوران سلوك انت بدن إنو قفك وحش علاده إنو وحن عباده إنو عبصده إنو ديرده وح الله لي وح قلوبتك وح المالة وح الرادية وموعدة وواندة مركض فرصتنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحها الصحابة دي سمدوانية صحابة أبو بكر كمدية وعمر كمدية وعثمان كمدية علماء يا عامة بله وواني جري النبي عليه الصلاة والسلام ما المها قاركوت صحيح مسلم كحديثك يا لوحة المامة يا إن الصلاة الصباح الدبدي النبي ومنبر كفولي وانا بلابي وحشاك سيدو التاقنا نبي بس لا دي دهور لا دي
يا سادة صلاة الصبح بكرة نبو سيد ورمي يا سحابة ولا هاد ليبا صلاة الظهر لا دمي دابا تندت كتكي مركو تكدي من بركا كون نغضي سيد ودتك ولا هاد لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اي عصر لتكدي لا دمي واتكي من بركو النبي كون نغضي وحوذا الا اي صلاة المغرب انتي لقا قاعدي من صلاة الصبح إلى مغرب انتي لقى قاعد ينبو عليه الصلاة والسلام دتك الله هدلي حديثك دتك انت بضاني مغلي واك عرباضي من الصارية السحابي قال حديثك وكوعن بحي وحلي نبي قال نتوشيي صلاة صبح مركي وصلاة دكسو تشيستيبو نقوسو تشيستيبو فوعدنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب نبو عليه الصلاة والسلام وحنا وعدي وعدي حال دار أيون وعدي يقولي وعدي نبي وحو كان صدي إن دتكو الميان وحو كان صدي إن قلبي يدو قد قد دومان دابا ترنم بالله هاد لي نبي وحو لإله رسول كيسي وكأنها موعدة مودع وحيو أكتي ما وانو ننتقي واندي كأنما أنا دبر نولك المدارين وما أنت نوقو كادم بيسو نواني بيده هذين مركه فوسينا نو دردارا نبي يقول لبش شيء بو دردار ماي لبض الشيء بو دردار ماي ولا بض الشيء السببه آخرا ندت كويني ليبانان أدون كنيني ليبانان ككوا ودت كويني إلهي حرقي سايست أوصيكم بتقوى الله بنبويري وحان دخول دردار ميا إلهي عبس الشديس إلهي كالنور سجيس إنا كالنور سطان ربي أيان دخول دردار ميا وإلهي سبحانه وتعالى تتكي ساسوات قبسطا وحي كان سنسا آخرية دون بين دليبانت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكف إلهي قرآنك ومن يتق الله ومن يتق الله من سكوت المام نك إلهي كعب صدى دم كيسا لا نافية نك إلهي كعب صدى مشاكل كيسا الله فضي نك إلهي كعب صدى يجعل له من أمره يسرى أرنت الله فضي دنيا نك إلهي كعب صدى يجعل له فرقان بالاس إلهي وحوت المام يا هداد الله كعب صدى نرش فريه دينا هذا الشيء آخرنا إن أدبت بادش شيء قال الله بادي ونبي قوت المامي صحابتي وحويا أدون كودة وحي أيكون أولان لهايين النبي يقول لي أوصيكم بتقوى الله إيه والسمع والطاعة وحن كلوا يدن كلا دردار ميا اسمقل يكلا الدنبين اسمقل يكلا الدنبين نلاش الشريتان كده بلش إيه مجتمع وشروح وكحرين يهي إنا اسمقشه أو كلا الدنبيسه ومتك استو السفدة ويدا ويدن تابا بعضها سومالي يا تاغاني وحل ويا اسمك اللي يكلا دمبين لقبلها بقريقة وآه هو يا أبو قري وده شوقة يا دور عروره يدلين وحل فرع عيدنا هنا مدح نقطة عيدنا هنا نقطة عيد الله ما مولايا وحل يد قريقة وحكت لنا يا أضيقة سلام تنا وحل فرع طاعة يهدل اللي يراد قريقة شوك تبا وحل فرع طاعة وسيد قرأ وكثير كره هداي شركة تاي هداي مساجد تاي هداي أورور تاي هداي حزب تاي هداي دولة نمة تاي نلاش الدمانتيد administration بيكو سالسنتة مامول بيكو سالسنتة مامول لما تشره هدان وما ضحية متشكلة لهين ضد وضع السماني مامول معها وهنا ما ضحية متشكلة لين ما ضحني من ما تشرته هدان لا قبلينين ما ضحنا لدقيسيني ما ضح بعض ناطي وحركة دقيسين منه كون يالي ماي نود ما تحني ما شرتو نبي عمرك أبو حلو وحان يقول دردار ميا إلهي عبسيديسة يا اسم قليا كلا دمبين وحلا غيها بدت كبرنا استدادان نكر ما دح دام لا دابا كعقل بدن هذا كيف فكرة ورئيسين لكن نبي عمرك حوت المام مرة دي ما دح لقدر يقول منزل ده سو قارو حتى المفضول هذا فاضل كون داعيه سو قدم نبي عمرك حوت المام يا وإن كان عبدا حبشيا نك مامولك هي حتى هنقض الدون حبشية الدون حبشيكو مما قيس الله ما جي يا مايا
ما يوحويان الأصل في الشريعة ما ملك سرية من قبطه حر غف أنا هيني يعني أضون ما قبطه هدنا وحل لي حتى هدو ما ملك النقطة أضون معناه لو شيء دوام هاي كيدين كل تا حتى هدو النقطة ما ملك لابد إن كلا دم بيني يشرتو قفك أما وين مدحني مدح لقاقة هذا يدو داعي أما هدو مدح هي وين لا قبلها مدح باطي عيدين كيالي ميسو ما شرتو ومدح أنا كفريت أنا ما راك عقل بدن وحجر ماها ولذلك وحا أصل كي وحو يهي حتى هدو يهي بو نبي قولي كتقريقي بلشدي عربات الضوما هدد كاليدا سوماليد انت بدن وكي أدونك مقاشو حيمو دا نين مدوين لو تشيدو أدونك واقف لغا حوق بطول لغا بصدي ويدانا وحلق يبا أدومي وبدنا يتشوك شرين داد عضا هاي داد تماش قرالي يلا دون سجر الله سوق بنشري إذن حتى بلشدي جاهلي قام مركز لقى الضماء هدي كلاسيفيكيشن لوس ما هيو وحلقة يا ما ينأي كا مدو وقصي يسجر أنا ما وقصي هو سي وح مركز الله تلمام يا ما ملك حتى كيد كل تاهدو هيو ولا قدام بيا ويا نبي وحيدي فإنه من يعيش منكم عديد كم مدين نولاتا وحي أركض دونتا خلاف ترب ذنب النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وحندين فر يا أبو النبي يقول لي يجتكي يجتكي خلفاء الراشدين خلفاء الراشدين كشرع عصب موضان لكن وحلت المام يا واجتكي السياسي هاي قابك أمد أمام مولانا أردقين كاسان دين دردان يا أبو النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام قو استنبيتك كحيشية أو حندين كدقية وحيا باب بدع عصب صوكر له وحاصر لما وباد نمئه حديثك كان وحاو صحابي ورنا يكت المامين موعدة بليغة ونبي وعدني وحين ودى لشنين وانا المرنة بلغة مارمين وحاو ضمقشان حديث حنظلة ابن الربيع للسيدي للسيدي صحابي من كتاب الوحي كمدها وحيني أبي بكر باي لكل مي مركز يودي وار حنظلة وبلسك ورن وحاو جوابي حنظلة ومنافق وابي ومن حنظلة ساولي سبحان الله ما تقول بابي بكر كويري وار الله بحما كوفني ما حدكو هذا الشيء وحيني مركز أنو النبي قال لتشوغنو جنية النارت ونقو وعديو وحد مودي سينا أنو أركي نجنة دي النارت مركز أنو كبحني قريها يجي ميلها انتقنية عهورتي يدو مركي حقا كنا وحد موداه إن أنه إلا وني حديث كان محوط المامية وحوط المامية قفك مؤمن كي مركا لو وعديه إيا مركا وسوق إسكتشو غيرا نسكو درينا حين ساد راددين أنا قد يدو معلومات حين معلومات بان مسكح دكو هايستا ما قوم بان لحين أنا حين أدقو أقول لباد أبا هنتي لغوانيه بران رياض صالحين كسو آخر استي أما بران نقو يوان سكو في الله والله ما يساه داد علا وبحضه ولذلك قفك مسلم كاي كمان مار ما إنه وعدي دقيسته ساو قد بالي نيدي مينيمم خطبة شبعي وين دقيسته أسبوعي فر الله قد دقي وهي قفك بين آدم كمان مار ما ين لوعديه أبي بكر روح الوارا نبض درين كوا غبنا يبالي نودي نبي قال له عليه الصلاة والسلام وح الله شيء جاي درين كأي قبانا يا أه إن اسبدلوا كلعه وحو النبي وجواب عليه الصلاة والسلام هدي والذي نفسي بيدي لو تدومون على ما أنتم على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظل ساعة وساعة ثلاث مرات بكعرني هذا الصحيح مسلم بكيالي وحو النبي قول لي سيدا تهين مركا أنيق إليتشوكتان هذا قواري لحيدين ملائك تابا يدوكو السلام الهيد بو النبي قولي يهي فرشانتي نكوركو ديو ودوينك يعني صفقة ملائك تاكو بير لهيدان هدا الدرين كامر كستقى بيسان لكن حنظلو ساعد يا ساعد بو النبي قولي ساعد يا ساعد ساعد سوق الله قلي يا ساعد مساعد كالله ما دابا ما يا وساعد وحي مباحي حلاشة كوها هو أنت هذه حلاشة كواهيد عرورت هذا كورنتو دي حوك سيقاقي عنا ذا دي وحاقي مباحات كاتك شقيني سيدين تكوه قليد
iyo saacad aad rabbiga u gaar yeesho oo aad cibaadaysanayso oo aad wacdi dhegaysanayso oo diin kororsanaysid oo u gaara maalintii sideed saacadood baynu dunida siinaa soo maaha. Sideed saacadood baad ama shaqo ku jirtaa ama waxbarasho ku jirtaa ama wax ku jirtaa, imise saacadood baynu siinaa? Ta kale waa wiiggii marka la isku dardaro maalintii shan gooro min shan daqiiqadooda wiiggii oo dhan maxay isku noqonaysaa? 7 times 25, yaani wiiggii oo dhan waa boqol iyo maxay waxoogaa, waa waxaan laba boqol gaadhin, 175 daqiiqadood ay wiiggii oo dhan noqonaysa, yaani waa 3 saacadood wax ka yar. Wiiggii 4 saacadood baad shaqaysataa, 3 saacadood oo wax dhibanna waa tukataa. Qiyaas labadaas ma isu dheeli tiran yihiin? Waxaynu u baahannay inaynu masaajidda ku xidhanno, waxaynu u baahannay inaynu wacdiga dhegaysanno, waxaynu u baahannay jadwaladeenna iyo timetable-keenna inuu ku darsanto saacadeed ilaahay u gaar noqoto. Wardidid saacadaad wacdi dhegaysatid, saacadaad diintaada iyo caqiidadaada kororsatid, saacadaad islaamnimadaada baratid. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa masaajidku ku wacdii jiray oo suuqu ku wacdii jiray oo xabaalaha dushoodu ku wacdii jiray oo meel kasta wacdigu uu ka socday. Suuqu soo maray, xadiiskii saxiixa ku yaalay, dabeetana suuqii wax lagu kala iibsanayay markuu marayay buu arkay orgi yaroo bakhtiyay. Intuu nebigu dhegta qabtay, waa orgi yaroo dhukan, dhaga yaryar, intuu qabtay buu wuxuu yidhi kanyaa dirham siistay. Waxay dhahdeen ilaahay rasuulku siiyo cidna kan dirham siisan mayso, wariyaa dirham siistay buu nebigu ku celinaya. Markii cidi juuqi weyday ayuu wuxuu yidhi haddaba yaa bilaash ku qaadanaya, yaa kan bilaash ku qaadanaya? Waxay ugu jawaabeen ilaahay rasuulkii siiyo hadduu noolaan lahaa buu muciibiyey, ayuu mid ceebayay, innahu asak bay yidhaahdeen, waa dhukanyay. Orgiiba buu marka horeba ahaa xoolaa dhadiga la jecelyay, kani waa lab. Waa marka labaade ceeb buu leeyo, xataa orgi orginimo loola hadhaya maaha oo qiimihii in xoolaha lagu darsado wax ka dhala maaha. Saa daraaddeed ba waxay dhaheen marka horeba asak iyo aan u qiimo lahayn ee kiioo bakhtiyey maxaa lagu falayaa? Dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay adduunka ku mashquulka tihiin oo dhan ilaahay agtiisa kaa waa kaga qiimo liitaa. Adduunya kullaha daaraan dhistay, xoolaha shaqaystay, waxaa u wadaan oo dhan haddii laysku daro adduunka inuu mashquul ku dhahay orgigaa bakhtiyey waa ka liitaa buu nabigu yidhi. Yaani wuxuu nabigu rabaa inuu dareensiiyo aakhiradooda waxay geystaan inuu yahay waxa muhiimka ah. Xabaal iyadoo nin saxaabiya la aasay xabaashii la qoday oo aan weli luxudkii la jeexin buu wuxuu ku yidhi uu ul dhulka ku xarariiqay nabigu, xadiidka imaamu axmed baa soo saaraya. Dabeetana wuxuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam istaciidu billaahi min cadaabi alqabr, istaciidu billaahi min cadaabi alqabr, istaciidu billaahi min cadaabi alqabr. War ilaahay ka magangala cadaabu alqabriga buu nabigu yidhi, ilaahay ka magangala, ilaahay ka magangala, ilaahay ka magangala. Waxay taasi tilmaamaysaa goob kasta joogo inaad wacdi u baahantay, xabaalaha in laysku wacdiyo oo suuqa laysku wacdiyo, shaqada laysku wacdiyo oo masaajidka laysku wacdiyo, waayo nafta bini aadamkaa tadabdub badan, bini aadamkaa weeweecasho badan, bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay, one line inuu taagnaadaa bini aadamka ku adagtay. Sidaa awgeed ayuhal axiba, wacdi kama maaranno. Waqtiga kooban daraaddeed qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa in ayaamaha dadka lagu wacdiyo iyo taariikhda, iyo qur-aanku taariikh aad u ballaadhan buu ka warramaya. Walaqad calimtum aladiina actadaw minkum fi sabt faqulnaa lahum kunuu qirada kunuu qiradatan khaasi'iin fajcalnaaha nakaalan limaa bayna yadayha wamaa khalfaha wamawcidata lilmutaqiin bay ilaha yidhi. Qisaskii dadkii hore inta rabbi ka warramay duul la halaagay oo daayiro laga dhigay ayaa waxaa rabbi leeyahay waxaanu ka yeelay nakaalan limaa bayna yadayha wamaa khalfaha, ay cibra, miday ku waana qaataan baanu ka dhignay baa rabbi leeyahay.
كوي جوغي يا قداشيد دمك ويما دابا وحي كو عبر قاطان يا وموعدة للمتقين وحي كوان توبان انت هلك عبسانيس الى القران كو حكولي وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين انبياء قصص كيدي الرسل شاكا ورمى يا با الى هيلي سي قلبي قال له دجيو دين تتنى قران كان حق با لو سو دجيه يا موعظه يا وذكرى وحوانا واه يا حصد إلهي وحو قرآن كسفين هذا بيان للناس وهدى وموعظة وموعظة للمتقين إذن أيها الأحبة وانو كما وضمارن دمان تين اللي نواني يا بينو باحن قرآن كإلهي وحو نوغا ورما يسوغا أنبيا وانين أيها قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين بأي إلهي كويري نبي الله نوح ونبيه يا إلهي إلهي إني أعذك أن تكون من الجاهلين وحنك أوانين إياه وحمقرات ضينا تكون بيرتبى إلهي كويري وحقرانك إلهي كقور رمية داتك مؤمنين تا مرأي قفك دعين حديثة لفكي وحي اللمدة يعذكم الله أن تعودوا لمثله بأي إلهي ور إلهي وحيدك أوانين إياه إنا وحاسوك لدبغ النغطة لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وحا قرانك إلهي نوغو تلمامي كفارتين لوعديه وهي هي أصحاب القلوب بيين وبشر وعديه تتكبر بوه استعامدين لوعديه ورا ما برفي سرا هذا أما مسكين سوق تشوغا ها هذا وإنسان إنسان مدافو كثرة المعلومات مبدا شيء إنسان مضى ثقافة بدنين هذا حمبار سنتي معناه دوما هنا بناء دم نمذا كبحضي وهاي هيسافوفين وهاي سموفين تتكبر باو هيستهدو بيش دي سوقاتي هدو هسوقاتو أفوف مو أمو دينو بناء دم نمذا يساقو نافي يميلها الاسكو عدي وحساي اللي يرتهي ما هصح ساد رادت بي إلهي وحلي حتى قالك قل إنما أعيدكم بواحدة قال وحد كتير هذا بي إلهي هل مدى إذك اللي يدكو وارينيا إلا قال باهي ديري أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إذن كمد بالي كوانين يا وام حي قال كمد كالكوانين يا مد مد أم الله بل بئس تاج صاد وانطان إن فكرتان وكفكرتان رسالة ذي الرسول شيئا بيدنا الله صادري ما بصاحبكم من جنة دين النبي ينوى لنم يسوى يجين نبي ين والاني نكا والاني واني ما حكمتكو هادلي واني ما وحسح الشيقين واني الركيس وقسيه نبينا واعقل الناس وحيد هذا انقفك النبي نمدى الشيكتا لما ميدون بو النقضة إما أكذب الكاذبين نويه إيه نويه أصدق الصادقين هدو النبي هاي دي وقره شيقا كي وره شيقا بدنا هدو بين يهي نوام حي كوبين شيغا كي اوبين بدابو نوقنيا لبدا قف ادغه ميسكا كا قلدميا قفكه ددك اوبين تا بدن له يا قفكه ددك ورونتا بدن له ميسكا كا قلدميا ها اومني ام مسمينس اما سببات باجرو بنادم كلو تسكرين رون كو شيغايي انو بين شيغايو انغو ددك عادي ابينو كلا نقانا نكا بينالا اي مخي نكا رون شيغا ماركا مدلا دغمتو منبا كا قرسوميا ماركا نبي كا ما قرسوميو إلهي قرآن كوحين أقول تلماما يا قال كاو باهن اللوانيو المها عرور تاو باهن بإلهي لي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيذه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلهي قرآن كوحك كورما يا نين ليدا لقمان الحكيم وحكمة ربي السيئي حكمة ديسي وحلين وقصو نقليين نقول الله ينوشاك انتم بكم إذا حكمة ديسي دقن كيو كل دقم أي المهيسة أي حكمة ربي نجينا سوقوري لقمان أي المهيسة وانين أي بالي دا كله ويل يرى هاي جيو يا بني التصغير ويل يروا لا تشرك بالله إلهي هو الشريك يالي إلهي وحق الله ما نين وأيو إن الشرك لا ظلم عظيم شرك هو ظلم وين
إذن قال بالوانية وعرور بالوانية ودمر بالوانية واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن بإلهيري قبلني من كذا كم مدى احتاجته واروانية بإلهيري سبحانه وتعالى. قال دا يا منافق بالوانية أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بإلهيري. أنت منافقين إلهيك والرمي أي الرب وحولي نفاق ودا كتشيسو واني ووحد كنت دا هذا ورحال دير لفه دا قاعدة مجرم كان لوانية قانقة هي مجرم كان هشورانين وكان هو قانقة محوة محمرة وروا بن آدم مهما فعل وفعل بن آدم لماذا كما بحين إنسان نوعد كما مارمو سيد الدرادد بأي لهي وحلق تلمامية وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال أصحاب السبت جي مركي سدح قيبات وقيب سمين قار دنبي جي كود عين قار نوي وانين ايين قار نوي اسكاقامسة كوي آن وحبان وارين دنبي جي كود عين باكوي كالله دي وحيدا لما تعيذون قوما الله مهلكو واردول ألا هلاقة يمحك وانين ايسان دفتنا وحيدا دين وحن وانين ان الله بس بابوت با أنقو إنا نبدبادنا دراد يدوان آخرا نولو قبصنين دادك بوحمو شاكتين كوا نفرض حيرتي كوا خبرد عبي كوا سوق كجرا حلك اين صارين وين نوحو شيغنو سوا ما هاقبلو لم هدي دي سكو طالا لكن نغ حلك اين صارين وا ما حي وين نوارينو وانا دين وانين انو انغونا وكبد بادينا ولعلهم يتقون ين الله اركين يا لك عبصدان ام مسادرتي علماء تبليغا وانت باب قالت دتك سو كحيي مساركتين بتخبر قيسي وتصوق قبطي يعني وبشر مهما فعل وفعل وبشر بشر نوى أنا كما مارمه إلهي قرآنك وحين أقوى الرمية وأنا دو إنا يكمتها أساليب الدين تلوفا فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين دتك إلهي ويرد بليد نبي عليه الصلاة والسلام موعظة حسننا دتك إلهي ويرسو حكمة كل هذا ومعقولات شيء عقلي قليا واحد كلو كل هذا شباب ليدي وانو ونكسنا وشيء هذا يدود نقطنا دود عن حق حاجة شلهين دود في عن كل دود بإلهي ليه سبحانه وتعالى إلهي بأقبى مركان لين ويرد بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن اهتدى تتك انت هنون يسي انت اللهم يسي إلهي بقى وقاتك الشقك مليهد أدك وحق صارم بأن النبي قال لي عليه الصلاة والسلام تتك انت الشاكته قرآن كوحين الشقي قار أنبيا وعدي دي وعدي دي دي أوله سواء علينا وعدت أم لم تكن من الواعدين واسكاك هاي مدين أدنا وعدي دي ينا أدنا وعدين لكن إنك وحلين يلي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي حالكوا كبقبي يعيذكم لعلكم تذكرون إلهي وحيد فر يا بلدي عدالة إيا الصمو إيا غرابة حديد إيا حموها كالديراتان إيا منكر كوحشرع قديد واسكاكتكتان إيا الظلم كوحشيسان والرب ويد وانين يا بلهي لي يعيذكم لعلكم تذكرون وخطبتك معك استين تبدنا يدين مغلو إلهي وحلي ربا إذن وانينيا وحانا إذن وانينيا لعلكم تذكرون أيها الأحبة وركي وحكوك وبيهي عدوى الدنيا شوك تابا وانا يبعانت وحدو بعانت أنا ديالة وقتي لقوانيو صحابة النبي قال هواين كي النبي قال يوم واحد إله رسول كسيو رجبا نوجا كحوق بطي مركز ترجبا كله شوجا أي واحد نوي شابي له وقت أنا جانا أدنى وانسو ده بتنا النبي عليه الصلاة والسلام وحق السمائي ما لنقارو يجنا وانيو ما لنقارو لا كل ما ويجنا وانيو وحديث كي وقت المامي تي صدح الموضوع كردن دان
ee sabirtayn aakhiro xijaab naareeda la wadhigayo qof dumar ay istaagto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa tii labana ku dar labana ku dar wasnayni wasnayni markay ku celaalisay ayuu nabiguna dhow goor ugu celiyay wasnayni 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 nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam sida awgeed waana kama maarantid waanu maraba kama maarantid haddaad wadaad kitaaba soo akhrisay tahay waxaad u baahantay waana iyo wacdiina dhegaysato haddaad oday tahay waxaad u baahantay waana iyo wacdiina dhegaysato dad dhallinyaro tahay waxaad u baahantay waana iyo wacdiina dhegaysato waayo qofka insaanka la yidhaahdo ayaa qumanida tooska ahi ku dhibtahay oo aan ka maarmin in wax la xasuusiyo walidaalika waxaynu isugu imanaynaa goobaha kani wuxuu yahay inaynu waana dhegaysano siiba dhallinyarada waxaa leeyahay waddankanaad timaadeen waa waddana khatarah khatartiisu maaha nabadgelyadu ma xuma dhaqaaluhu ma xuma khatartiisu dhankaa maaha laakiin waxaa jooga khubara dadku ah dadka inay lumiyaan khabiir cid ku ah gharaa'ista sida loo kiciyo qofka bini aadamka gharizaadkiisa sida loo kiciyo cid khabiir ku ah khabiir cid ku ah shubahaadka khabiir cid ku ah inay brainwash kugu samayso waayo dowladahan iyo dadkani dad homogeneous ay u baahan yihiin dadka waa in systemka waxbarasho dhammi asal waxa waa dadka in la maydho hadduu kaasi ku qaban waayo systemka ee ciilaamka oo dhammi waa in dadka lagugu daro hadduu kaasina kuu taag waayo qaanuunka iyo booliska kugu daraya qaanuunka waa inuu ku qabtaa idan integration 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 baa maqli doontaan waxbaad la timi ka qaalisan waxay dadkani hayaan oo dhan oo inaad rabbi taqaano iyo sida loo caabudo wax ka qaalisan baad la timi oo ah waxyigii ugu dambeeyey samada kasoo degay inaad garanayso haddaad wacdiga ka fogaato kaasi wuu kaa lumaya wuu kaa lumaya maalin walba marka wada tegi maysid waa dhab inta weli caqiidadu kuu nooshay waxay u badantahay inaad marka wada tegin laakiin in yar baad u siibanaysaa in yar maalinba in baad siibanaysaa shan lix sane markaad joogtana adiga iyo iswidishkaba in laydinkala garan waayaabaa laga yaaba inaad madowday uun midab buunba laydinku kala sooci doonaa kana waa nin madow kana waa nin cad laakiin dhaqanka iyo afkaarta iyo aragtida iyo qiimeynta iyo su wuxuu arka iyo mustaqbalka iyo siduu rajaynaya iyo wuxuu raba inuu qabto iyo wuxuuba waa la isku darsami doonaa haddaba isku darsankaa waxaa idinka ilaalin doona biidni illaahi tacaala waa inaad ku xidhnaato inta wacdi meel kuugu dhow iyo meelaha rabbi laysku xasuusiyo aakhiro meeshii aakhiro lagugu xasuusinayo ee rabbi lagugu xasuusinayo inaad ku xidhnaato wa sala allahuma calaa muxamadin wa calaa alihi wa saxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.